يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن ربنا لك الحمد الله أكبر الله الله أكبر 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 سمع الله لمن ربنا لك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الواحد الأحد. سبحان الفرد الصمد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يجل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نشكرك على نعمائك التي لا تعد ولا تحصى. نشكرك على أعظم نعمة في الوجود، نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد. نشكرك على السراء والضراء وعلى كل حال. نشكرك على نعمة الصيام. الحمد لله الذي أنعمت علينا وفرضت علينا شهر رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعله هلال خير ورشد، ربنا وربك الله. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا. أقصانا وديقنا، اللهم اجعل المسجد الأقصى سامحا عظيما عزيزا كريما إلى يوم الدين. اللهم لا ترفع للكافرين عليه راية ولا تحقق لهم فيه غاية. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وجيوبنا من الحرام، وأموالنا من الربا، وصفوفنا من الخائنين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرين، آپ دیکھ رہے تھے الحمدللہ مسجد اقصی فلسطین سے براہ راست نماز تراویح. آج کی تراویح میں آواز کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ العزیز کل سے جب ہم نماز تراویح لائیو کریں گے، ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس میں کسی طرح کا کوئی تعطل نہ آئے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الحمدللہ العظیم میسج ٹی وی نہ صرف یہ کہ حرم مکی حرم مدنی، بلکہ قبلہ اول بیت المقدس فلسطین سے بھی براہ راست تراویح نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز کل سے پاکستانی وقت کے مطابق 10:30 یہ نشریات انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی، اور 12:30 تک یہ نشریات جاری رہیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے، رمضان کو ہمارے لیے خیر و عافیت برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے اس نشریات میں ہمارا ساتھ دیا. انشاءاللہ العزیز کل سے تراویح کی لائیو ٹرانسمیشن 10:30 پاکستانی وقت کے مطابق اور بھارت کے وقت کے مطابق 11:00 رات کو شروع ہو جائیں گی، جو پاکستانی وقت کے مطابق 12:30 اور بھارت کے وقت کے مطابق 1:00 تک جاری رہیں گی. انشاءاللہ اس نشریات میں آپ میسج ٹی وی پر حرم مکی سے اور حرم مدنی سے اور بیت المقدس سے براہ راست نشریات دیکھتے رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز آپ ہمارا جو دوسرا چینل ہے میسج ٹی وی آفیشیل، وہاں پر حرم مدنی کی لائیو نشریات، اور اس چینل پر حرم مکی اور بیت اللہ قبلہ اول سے نشریات آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد المتین کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میسج ٹی وی کے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیں، اور اگر کیا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ نے میسج ٹی وی کے اشہد ان لا الہ الا اللہ بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل پر کلک کیا ہوا ہے، تاکہ آپ کو براہ راست نشریات کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اور انشاءاللہ العزیز اشہد ان لا الہ الا اللہ انشاءاللہ کے 10، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، انڈیا ہم سے آدھا گھنٹہ آگے ہے، تو انڈیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم آپ لوگوں کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے اس ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.